بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم مكة مصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربية سوزوكي فان اس زد سوبر بلس، عربية كاملة كل شيء اللي اكتسحت السوق لاخواتنا وحبايبنا اللي هتعرف عليهم دلوقتي. اتعرف عليك يا ريس. احمد محمد. حبيبي عم احمد منين؟ من اكتوبر. من اكتوبر، من جنبنا هنا من الجيزة. احسن ناس يا باشا. شرفنا في المعرض بخصوص العربية الاس زد. ايوه حبيبي يا باشا. انت جاي على العربية الاس زد مخصوص ولا انت كنت جاي تاخد عربية عادية؟ لا جاي عليها. جاي عليها، كنت بتتابعنا عن طريق النت والكلام من ده. تمام، جيت زي ما بتشوف على الصفحه لقيت هنا في المعرض موجود نفس الكلام. تمام، ايه رايك في العربيه الاس زد؟ لا حاجه نظيفه بصراحه. الله يبارك لك. شفت زيها عندكم خالص؟ لا حبيبي. ايه المميزات اللي فيها اللي شدتك في العربيه اللي خليتك تاخد عربيه اس زد؟ عربيه كامله، تاخدها ترخص وتشتغل مش تصرف عليها حاجه. الله يبارك. يعني عربيه فيها شاشه، فيها كاميرا خلفيه، فيها حاجتها كامله، فيها منديل السرقه، فيها فوانيس، فيها ازاز كهرباء سنتر. أيوه. كامل صح، فيها حاجتها كامله، مش تشتغل فيها اي حاجه. حبيبي يا حاج احمد، حد اثر معاك في حاجه هنا في المعرض؟ لا طبعا ولا في اي حاجه. يعني ناس محترمين زي تقول نقول ايه للناس اللي هتشوفك على النت؟ الناس تشوفنا عايز يشتري يجي، عايز يشتري يجي معرض غصن الزيتون. بنأثر معايا حد في اي حاجه؟ لا طبعا. بامان الله، سيبك من التصوير والكلام من ده. ربنا يديك خير ويكفيك شر يا حاج احمد. حابين برضه نتعرف على الاستاذ عادل حمدي عبد الله. حبيبي عم اكتوبر. حبيبي عم عادل، بصراحه انا جاي معايا ده ابن اختي. الله يبارك لك. بصراحه انا لما جيت هنا انا نفسي اغير. الله يبارك لك بصراحه. عم يعني مكانك يعني انا بصراحه لما جيت هنا حد البيت حاجه يعني كويسه ومعامله كويسه والدنيا هنا جميله وبصراحه ناس سهله جدا يعني في المعامله. سهلين معاك في المعامله، دفعت بصراحه يعني وناس تمام والله، وناس يعني 10 على 10. الله يبارك لك يا سعاده. والله بصراحه يعني المعامله حلوه والدنيا هنا جميله ومفيش ومحدش بيطلع زعلان من هنا خالص صراحه، يعني كله بيطلع مرضي. الله يبارك لك يا سعاده البشر. ربنا حاجه وان شاء الله انا باذن الله عايز اغير. انا كمان يعني انا عندي عربيه مكانك. انا عايز اجي اغير. موجودين معاك غصن الزيتون، موجود معاك في اي حاجه. عاوز تبدل تعالى هنا، عايز تشتري تعالى، اي حاجه موجوده. انا عايز ابدل، مش هكدب عليك. اقول لك الصراحه الدنيا هنا عجبتني حبيبي. سعاده حاجه كويسه ومعامله جميله حبيبي. سعاده الباشا. حبيبي سعاده الباشا. وفي نهايه اللقاء بنطلب من ربنا ان هو يديكوا خيرها ويكفيكوا شرها رب العالمين. حبيبي يا معلم.